اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات مكتبات التوزيع. النهارده عايزين نتكلم عن مكتبه جيتار واسمها الكتريك فينتج. هي من سيشن جيتاريست. طبعا دول مجموعه كبيره يعني منزلين كذا ستايل من الجيتارات دي. فدلوقتي اللي هنتكلم عنه هو الالكتريك فيرجن او بيسموه الكتريك فينتج اللي هو الموديول بتاع النهارده يعني. طيب ده وظيفته ايه؟ ان هو برنامج جيتارات، مكتبة جيتارات بيكون نازل معاها ارتام ونازل معاها فاريشنز وكده وانت بتدوس على الكورد وهو بيعزف لك الكورد بالريتم بتاعه. فهنشوف كده الفكرة بتاعته. هو نازل منه حاجتين، اول ما بتفتح المكتبة بيجيب لك يا اما ميلودي بيديك بس الصوت وانت تلعب بيه، يا اما بيديك اللي هو الستايل بقى بتاع الكوردات. اهي المكتبة شكلها كده. مثلا بنعزف اي كورد، بيلعب لك الستايل بتاع العزف يعني بالريتم بالكورد اللي انت بتلعبه. طبعا لو لعبت اعلى شويه فبيديني الصوت في الاوكتاف الاعلى يعني، فبيبقى الصوت ارفع يعني. وطبعا هنا تقدر تلعب في الفايبريشن بتاعه، وهنا تقدر تلعب في التحكم في البيتش نفسه، انت عايزه يتلعب هاي بيتش ولا لو بيتش. وهنا كده دي بقى الحاجات الارتام اللي عنده يعني. لما نفتح هنا كده هتلاقي حاجات كتيره، هتلاقي مثلا الستايل ده بيلعب مثلا رود تريب ولا بيلعب كولد ليك ولا بيلعب كذا ولا كذا ولا كذا. تعال نجرب مثلا الحاجه من دول، حاجه تانية. وطبعا كل دي ارتام مختلفه، هتلاقي في حاجات فانك مثلا مش عارف ايه كده. تعال نجرب الستايل ده كده، نلاقي المفروض مختلف شويه. فيا دوب بس انا بدوس على الكورد وهو بيعزفه لي. طب لو افرض انت مش عارف كوردات قوي، ففي حاجه هنا بالمره اسمها اوتو كوردز، بتدوس عليها كده فهو بيجمع لك الكوردات. يعني انت مثلا لو بتلعب في سلم سي ميجر بيقول لك سلم سي ميجر ده هيبقى كورداته سي ودي ماينر واي ماينر وكده. كل اللي عليك انك هتدوس على الزرار بس وانت وهو هيلعب لك الكورد. يعني معناها ان احنا لو دوسنا على الزرار ده كده فهو كده بيعزف لي الكورد الاولاني. وهكذا. طبعا محتاج بس تقلب بقى في المكتبه شويه تعرف ايه الاصوات اللي عندها وايه الحاجات زي كده. وده الشكل الثاني اللي هو الميلودي لو احنا عايزين نلعب بيه ميلودي. لو اهو يعني كده بقى نقفل كده اللي بيلعب ريتم. لو الشكل ده بقى هو بيحط لي ده كده الشكل التاني منه اللي هو لو هتعزف ميلودي، اللي هو بيخلي لي الخامات موجوده وانت تقدر تعزف بيها ميلودي. انا شايفه برده كويس جدا، مكتبه كويسه قوي، فيها كوردات وفيها سولو وفيها كل حاجه، وصوت الجيتار نفسه غني قوي. فيعني برده دي من المكتبات اللي برشحها في الجيتار. وكل مكتبه طبعا بتكون تبع شركه معينه، فبتلاقي الشركه دي برده منزله حاجات تانية. يعني مثلا دي سيشن جيتاريست هتلاقيها منزله الالكتريك، وهتلاقيها منزله كلاسيك، وهتلاقيها منزله اكوستيك وحاجات كتيره قوي. فهنعمل طبعا كذا ريفيو عن حاجات مختلفه. بس كده ده الريفيو بتاع النهارده، ونتقابل على خير في ريفيو جديد ان شاء الله. شكرا.